ذلك منذ اللقاء المصارمين إلى تشهير رمضان المبارك يبتهج جميع سعيد كثيرا بتلبية دعوتي الكريمة لقائنا جميعا حول مؤلفي بأهلية المكان مؤلف الأستاذ الفيلسوف ابن هذه البلدة الطيبة الأستاذ الجامعي اسمه محمد كتاب استئناف البدء سوف يتقدم السادة الكرام الذين نلقوا الدعوة الأساتذة سيد زين من جامعة محمد الخامس من الرباط ثم الأستاذ دريس كسيكس أشرف من غضا ثم الأستاذ محمد البوغالي نائب عميد كلية الآداب والعلوم الإسلامية بمراكش وزميل للأستاذ المؤلف ماذا عساني أن أقول الكتاب بالأهمية بمكان ولكن في نفس الوقت يصعب المنال لأنه كما قال سيدي واحد منهم سوني با أن ليفر جيتال لا بد من مطالعة فيه في حضر بانتباه ولهذا أتى المركز السوري جهة التنسيق أن نتقاسم بعض الوقت حول كتاب يأخذ بالدرس والتحليل مواضيع مهمة موضوع التاريخ موضوع اللغة موضوع الدين موضوع العلم موضوع المنهجية موضوع الإنسان والإنسية إن هدوما كتشوفوا هدو مفاهيم كبرى ونحتاج جميعا لتحقيقها وللحوار فيما بيننا ولهذا لجنة ثقافية سعيدة جدا وباسمي المكتب أريد أن أشكر الأساتذة الكرام الذين لكم الدعوة بأريحية نظرا لمعرفتهم لمجهود وقدرات الأستاذ المؤلف نظرا أن الكتاب ليس بالسهل المتالي العنوان راسه فيه واحد العدد ديال الإمكانيات الفعل المدخلة هذا ليس أول لقاء حول الكتاب في مرة حيث كل الأدب وشعبات الأنفسها طرح الكتاب للنقاش والحوار كما أن زمرة من الكرام هذه المدينة رسالة ومجال التقوا في صالون الأدب عند ليلى الرحمن الآن الكلمة أصحاب الحلقة أصحاب الإمام يعني أظن أن المهم عندنا هو أننا نلتقي في مكان جديد من هنا في اللغات والثقافات من أجل الإعلان ومن أجل الدفاع الكلمة الآن مباشرة في مساء الخير في الحقيقة لا تجدني مطمئنا كل الاهتمام إلى أن أتكلم قبل بعض الأساتذة الذين لهم ارتباط بالكتاب ولهم ارتباط بشخصي أيضا وطلبت من الأستاذ دكتور جمال الدين أن يعطيني أن أكون صاحب الكلمة الأولى أمام الأستاذ السي محمد البوغالي وأنا سبق لي أن كنت طالبا عنده يبدو أن السادة الأساتذة كانوا يعانون من قادمين من الرباط
والحال ان ما بيني ومراكش من روابط تفوق الروابط التي بيني والرباط بالسياره. فانا ابن هذه الكليه وسعيد جدا بالتواجد في هذا المجلس، ليس فقط لان موضوعه هو الكتاب لاحد الاساتذه هو الاستاذ محمد مهوب، ولكن لان هذا المجلس كان فرصه لنفخ الحياه في كثير من العلاقات وفي كثير من الارتباطات التي بدا احيانا وكانها قد خفت او دمرت على راسها، يعني علاقه متجدده دوما وحيه دوما مع احد معلمي الفكر في المغرب وفي العالم العربي اجمعين، وهو الاستاذ مصطفى عريفه. لهذا اغتنم هذه الفرصه لاحيي الاستاذ مهوب، الاستاذ عريفه، الاستاذ بوغالي وشبكه الثقافه بكاملها بكليه الاداب بمراكش. طبعا يجب ان ابدا كلمه بواجب الشكر الى كل من فكر وضبط وهيئ لهذا اللقاء بشروط امكانه، لا يتوجب الاستهانه بالجهود التي تبذل في سبيل الاتكال على النحو وعلى هذا النحو الذي نحن عليه الان. فيبدو اننا وكل من وصل الى هذا المقام من كل فجين من فجاج مراكش ونواحيها محسوب على سلاله بشريه باتت آلية نحو الانكار، او لنقل على الاقل انها محكومه به بحكم هذا الاجتياح الرقمي الذي امسى يخترع مساحاته الخاصه للقيا وصار يستحمل على مساحات شاسعه من شكل الوجود الذي أجناه والذي يعد فيه الكلام وجها لوجه والنظر للآخرين وإلى عيونهم بالخصوص شرطا من شروط القيادة. نلتقي الآن وهنا لنتكلم في شأن كتاب بعينه، والكتب ألوان وأجناس، وإن نحن تركنا الألوان والأجناس جانبا وباشرنا الكلام في الكتاب من جهة ما تحدث في الكتب من جهة ما تحدثه من أثر ووقع في النفوس، فإننا لواجدون ما يلي: ثمة من الكتب ما تخرج من صفحاته سليما وعافا، لا جروح ولا قصور ولا ندوب في الجسم أو الروح، تخرج من تلك الكتب كما دلفت إليها آمنا مطمئنا ويا دار من الشر. ومنها ما يسقطن روحك بمجرد الشروع في فك حروفه الأولى، إذ لا يتركك إلا بعد أن يطوح بك سامحا فيصير معه منفاك وطنك. يوقد هذا الدر من الكتب ما يرقد فيك من استعدادات، من جرأة عقلية ثمرتها في غفلة منك استطابة العيش من غير وجع دماغ، ولكن هي نادرة تلك الكتب التي لا تطرحها إلا ووجع دماغ ينسعك. كثيرة هي أوجاع الدماغ في حاضرنا، والمثل الأطباء يخبرون عن هذا الأمر، لكنها نادرا تلك الأوجاع التي توقن في النفس قلق الفكر وحس السؤال. لا يبدو القلق هنا مجرد انفعال نفسي جراء هزة من الهزات، ليس هو مجرد خوف من شيء محدد بعينه، بقدر ما هو تجربة وجود وعيش تضع الوعي على محك المستبهم والملغز، على ما يقول احد اسلافي الاستاذ مهوب في التفكير والتفلسف وما هيدي قال. وحين يتحقق ذلك نكون قد ولجنا الفلسفه فعلا وممارسه. نلتقي الان وهنا لنتكلم في شان كتاب تلكم مكرمته الكبرى على الاقل في ظنه، انه لا يكتفي بالدوران حول الفلسفه والكلام عن الفلاسفه، وانما يقصد فعل الفلسفه مباشره فيغرغره بالفعل والممارسه تجاه ما يفكر فيه من مشكلات. نلتقي الان وهنا حول كتاب قلق وكتاب قلق، وهو كذلك لان صنعه صاحبه صنعه قلقه وصنعه قلق بالدرجه الاولى. هو كتاب في الفلسفه والفلسفه، لان قلق صاحبه لا يمكن ان تخطئه عين القارئ، ولأن ما تضمنه من تمارين في التفكير والمساءلة
والقراءة المتجددة للأفكار والواقعات جدير بأن يقرأ بما هو تجربة قلق المفكر أو تجربة قلق المفكر تجاه حاضره وما فيه. لقد حمل الملصق الفني لهذا اللقاء لفظين يحددان مبناه، يدلان على أثره ويمنحانه المعنى الذي على إثره وبسببه نزل. نصغي إلى الملصق متكلما إلينا فنقول معه: إن مدار لقائنا هو تقديم كتاب، ثم يمضي مدينا لفظ التقديم بلفظ آخر وهو قراءات. تقديم كتاب وقراءات أساتذة. يبدو كأن المقولة بدهي وليس فيه ما يستفز الفكر أو يبعث على السؤال، ليس فيه وحاله على ما ذكرت اليوم ما يدعو إلى القلق. في الكتاب محط النظر، وفي الفلسفة عموما فريضة لا كفارة تقضيها، فريضة منهجية لازمة لاستيفاء شرط التفلسف. أقصد بذلك الاكتحال بالتبهم إذا ما يبدو بدهيا. يرد في الكتاب غير ما مر وفي غير ما موضع أن نتريث ولنأخذ حذرنا من عمل البداهات وخدعها. وكذلك هي الحال على الأقل في التقدير بين التقديم والقراءة. الظاهر أن بين فعلين التقديم والقراءة بعض اختلاف نظهر عنه أحيانا، فيهيئ لنا أننا نتكلم اللغة نفسها ونستعمل ألفاظا لها الدلالة نفسها، والحال أننا قد لا نقول كذلك. وهل حمامك اليمان وإن حكمتهما آداب مجلس الطير نفسه. لا يبدو إذن أن تقديم الكتاب هو عين قراءتي، ولقد يبدو أحيانا أن قراءة كتاب ما تقديم له، وقد تكون تلك القراءة أو القراءة تلك أسوأ ضرر التقديم لكتاب ما، إذ أنها كلما بلغت درجة عالية من الإتقان أو غلت في الكفاءة إلى فهم تقديم الكتاب وعبثت بترتيب المحتوى، فهي قلما تبالي بالمضمون وتوزيع الفصول والمحاور وغير ذلك، قدر مبالاتها بالتفتيش في المفارقات وتأول النوالة وملك البياضات، بل إنها أحيانا لا تأذى أصلا لمراد الكاتب والكتاب قدر كثيراتها لقصتها الخاصة عنهما وحولهما. هي وأن تفلح لا تستغني عن بعض من الرجل الغيب لما لا يخطر على بال مؤلف نفسه، لكن أن يظهر فعل القراءة بكامله في التقديم فهذا أعتقد لما لا يستقيم في مجال الفلسفة. فالقراءة والحال على ما ذكرت بمجرد عرض لمضامين وسرد لمحتويات وتعريف لموضوعات، ما القراءة بمجرد تقديم الكتاب فلكل مقامه ومستقره. حسبنا هنا أن نقدم الكتاب، إذ المقال من جنس المقال، لكن ماذا لو وجدنا لأنفسنا منفذا إلى تنقيب التقديم بنظر ولو يسير من عناصر القراءة العابثة بنظام التقديم. فنصرف نظرا إذا بهذا التقديم بين الشغلتين عن الكتاب من حيث محتوى موادته، وسنسعى بدلا من ذلك إلى محاولة، وإن هي ليست إلا محاولة، محاولة إعادة حياك قصة صاحبه انطلاقا من التركيز على أسئلة الكتاب ورهانات صاحبه أولا، والاستمرار في انتقاد على ما فيه من فضائل وموجهات نظر تخص المنهج بالكساس الذي يعلم هو الركن الركين في هذا الكتاب، بل يكاد يكون قميص عثمان في أو بين قراء التراث عندنا على في غيره الآن. لكن يروق لي وأنا بين يديك إن كراها أن أستحضر ما كتبه أستاذه في مقالته الأولى من مقالات كتابه حول ألكسندر كولر. بدأها أول ما بدأ بالإشارة إلى عتبة القراءة وإرادة القبض على المعنى حين يكون النص المقروء مفتاحا للمضي رأسا إلى الأشياء عينها. يشير أستاذه إلى صراحة كويري وهو يتشمل ويتلمس الوثائق والنصوص، وهو يعمل على بث الحياة فيها بقراءتها وإعادة قراءتها، وكأنها ما تزال جمرة متخذة في ذهن صاحبها.
يمني الأستاذ هوب على كويري التلاء الواضح لأنه يسعفنا على ما يقول مشيفو نقل عن الأستاذ هوب دائماً يسعفنا في تعلم كيفية القبض على الأفكار في عنفوان وطوران نشأتنا يسعي عليه ويقول إننا بصدد معلمين في فن القراءة وقد أجاب باقتدار إعادة اكتشاف فن الشراح الكبار. تحمل هذه الخلاصة حول إعادة اكتشاف النصوص عبر ممارسة فن القراءة أن تكون اللسان ناطقة لحالة استئناف البدء. تكون ملاحظة الأستاذ موهوب بشكل محضرة كويري أن تجد في الاستئناف ولادتها الحية. إننا أمام قراءة لنصوص وحياة وهما معا النصوص والحياة مجدا لإرادة الوهوب في إصابة الأشياء رأسا والتفكير فيها وجها لوجه من جهة الأولى كما أنهما من جهة ثانية مجدا لبسط مقام الفهم من أشياء تلك حتى تنكشف وتظهر مثل ما هي. ليس ثمة في الكتاب من فصل مداره القراءة ومستوجباتها لكني أزعم أن الكتاب في مجمله ليس إلا تمرينا في معنى أن نقرأ بجد نصوصا وأضواحات ونوازل. أن نقرأ بجد معناه أن نؤسس لدرجة من التفلسف مغاير لا يخاطر بشكل ما يبحثه من قضايا ولا يفاوض بشكل ما يوكل إليه المهام الجسام تتعلق بالإنسان والمجتمع في مختلف تشاركاتهما وتعقيداتهما. يوقفنا الكتاب وهذه فضيلة أخرى من عليه فضائله على معنى أن يكون الفيلسوف مسؤولا إذا الإنسانية وبموجب مسؤولية تلك يصير بمثابة ضمير حاضر فيأخذ على عاتقه توجيه البوصلة لحظات واجتداد الغمام لا بطولات في الركون إلى الصمت متى نهضت الحاجة إلى الكلام. يلزم عن مسؤولية الفيلسوف بما هو خادم للإنسانية وليكون على ما ينبغي له أن يكون يلزمه أن يتملك الأدوات القليلة بقراءة العلامات المؤذية بما يجيب من المستقبل تبشيرا بفرح أو تحذيرا من خراب. وأما التردد لحظات الزلزلة باسم طلب صفاء الدين وارتباح الصورة والجلاء الغبش فهو عند موهوب تخلي عن واجب المسؤولية وكف عن أخذ القراءة بقوة أي بجد. وإن نحن لم نأخذ القراءة والكتاب أيضا مأخذ القوة رفضنا في أن نكون فلاسفة بجد وهي المهمة التي أناقها إيمون هيسار للفلاسفة في كتاب الأزمة. يعلمنا الكتاب من ضمن ما يعلمنا إياه من جميل الشمائل أن القراءة الفلسفة عمل جدي ساعي إلى المساهلة الجدية لما يطرقه من موضوعات وتصورات مهما بدت بدهية. يجرح الكتاب في كثير مما نظر فيه إلى قلب الأرض التي تتبلور فيها المفاهيم وإعادة فلاحتها معيدا كتابة تاريخها ومتوجها إليها بأسئلة تخص ما يشغل صاحبها من هموم وانهجاسات. ولنحن سريعا إن كان ضروريا أن نحن إلى المضامين لنحن سريعا في هذا الإطار إلى شكوك الكتاب وصاحبه على كثير من النصوص والترجمات والأعلام والنوازل الواردة في استئناف البدء لنشير ولو على عجل إلى قراءته صحيفة المدينة وحدث الهجرة وأسئلة العدالة والكرامة والمسؤولية والهوية والغير والغنية وغيرها. لا قراءة للمعنى أو مبنى إليه من غير رؤية وطريق يرجيها ويترجمانها. لا تستوفي القراءة أسباب التهابها من غير تصور نظري محكم البناء من جهة ومنهج صارم يشد عرض ذلك التصور من جهة ثانية. ولقد حصل موهوب طريقه ومنهجه عبر التأليف بين ما يقرأه من نصوص وما انتبه إليه من أهمية للحياة والحاضر في تطوير فهم التفكير حتى لا يتحول هذا التفكير إلى مجرد رياضة بواطن.
في تأليف ذلك تذوب الحدود بين النظري والعملي، بين حياة التأمل وحياة الفعل، بين الكهف والمدينة، بين السياسة والفلسفة. يبدو وكأن الأمر يتعلق بنحو محير مغاير من البراكسيس، بمقتضاه تكون الفلسفة تفكيرا قائما في الحاضر وانتباها إلى ما يجري فيه. فماذا لو سألنا هذا التحديد للفلسفة في ضوء العنوان الذي تقاه موهوم الكتاب، استئناف البلد الإسلام المبكر على محك منهجية التاريخية؟ كلما تكتم العنوان عما يكلمنا فيه وعنه أغوانا لممارسة فن القراءة والتأول. إننا هنا أمام بدء مقترن بفعل الاستئناف، كما أننا أمام تعيين لمجال حضاري وثقافي وتاريخي هو الإسلام المبكر، مساءلا في ضوء منهجية موصومة بالتاريخية. فأيننا من هذا الحاضر الذي ما يكتب الأستاذ موهوب يلح على أخذه الحسبان في أي حديث في وعن الفلسفة؟ أيننا منه؟ والظاهر أن العنوان من العنوان أن الوجه والقصد هو التاريخ وما فات منه، لنتجنب للسطح ولنكتحم الأنات مرة أخرى. فهذا مما يتقنه هنا يلح عليه ويصر عليه. لنستحضر في هذا الصدد ما قاله بالترجمان البدء الأول المستقبل بشأن سؤال الزمن، وأعاد التذكير به في هذا الاستئناف، لنستعيد السهم الذي ألقى به في مسار التاريخية لما قال بأن الإنسان سبيل حاضره، وأن لا حاضر يفضل حاضر الآخر، وأن لا تاريخ يجب ما قبله على ما حسبت عقيدة التاريخية، وأن كل حدث حدث وليكن هنا هو البدء الأول أو غيره يلزمه إصغاءات جديدة، آذانا مغايرة، لأنه إلحام على حاضر عصي على الاستنفاذ. إن منهجية التاريخ هي شكل من أشكال الإصغاء إلى الأشياء إصغاء جديدا، إنها إسعاف لها على الحضور والانكشاف، وكأنها ناتلة في حاضرها، هي إعفاء لها من ثقل أحكام الآن التاريخي ومنظوراته. وإن الحاضر في منهجية التاريخية وعلاوة على ما أشرت إليه من تاريخية لأي حاضر حاضر، ليس آنا هاربا، ليس قبضة ذاته تنفاه متمرضفة لحظة إنسانية، ليس الحاضر نقطة في مستقيم، ولا هو لحظة متأهلة للإنحاء بمجرد التحقق. إن للحاضر عمرا وامتداد تاريخي وحضاري، وهو العمر والامتداد الذي بلغ في الحالة الحضارية لموهوب 15 قرنا ونيا. إذا كان من الطبيعي أن ينظر موهوب إلى حاضره بما هو إفراز من إفرازات بدء حضاري وثقافي لا يكف عن المضي فينا. إنه البدء الذي كانت رحمه حاملة لممكنات رحبة، فحدث ووقع أن انقلب الوعد على أعقابه وصار إلى ما انتهى إليه من تلبي المشهود. يتساءل الأستاذ موهوب قارئا أرشيف حاضره الوسع، لماذا خلل الحاضر العربي الإسلامي نفسه؟ لماذا جاءت المآلات على غير وجود البداية؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ ما اخترت الكلام في هذه الورقة عن الإجابات، أو على حد تعبير الأستاذ موهوب محاولات للاقتراب من عناصر الإجابات. ما اخترت هذا الاختيار وهو الذي نجده مبثوثا في مقالات الكتاب الممتدة على ما يزيد عن 30 صفحة. قبل اتخاذ الاستشارة الأسئلة والمشكلات في المقالات تلك خيطا هادئا لي في قراءة الكتاب، لكن وإن كان من مكرمتي أخيرا وجد التنويه بها انطلاقا من نص الكتاب، فليست إلا الحذر مما تقتره البدايات من العهود، فحالها كما هي موثقة في قصص الحب تأتي في الغالب على غير ما تنزل نفسها به، تكون الوعود تلك لحظة يفاعتها واسعة جليلة مشرقة، نحن في مراكش درجة
مبهجه بين انها لا تبقى كذلك دوما ولا يمكن لها ان تبقى كذلك ابدا. لذا فكلما كف المرء عن التمسك الطفولي بها اعد العده لتحمل خيبات الامل جراء المقارنه بين تحمل البدايات وضيق المآلات. تلك حالنا كما ينبغي لها ان تكون عليه مع المنهج التاريخي. تلك هي حالنا مع البدء الاول ومختلف اشكال استئنافه. وعساها لا تكون كذلك مع هذه الورقه وما وعدت به منذ البدايه، فخذوها بحب نفسك ومن آلات عينها ولا تحملوها سوى ما نسعه الوعد بما هو وعد لا غير، على امل ان يكون السلام مثل فيك. شكرا لتبادلك. وأظن أن البداية قد وضعت أسبوع على ما يجول في خاطر المؤلف حين أراد أن يشاطر صعوبة ما هو منهم عليه، فهو حاضر استدراء التاريخ ولكن بضرورة منهجية وعلمية واهتمام بالواقع الحاضر في مجالنا وفي مجالنا. شكرا جزيلا. كلمة الآن الأستاذ سيدي إدريس كسيكس، أستاذ الفنان الأديب المسرحي الصحفي الروائي، واللي هو في الحقيقة دائما يلقي الدعوة إما داخل إطار إنساني أو إطار المجتمع المدني، له باع طويل في العمل الجمعوي، العمل الثقافي الهادف، له جميل الشكر على تفضله بعلاء السفر والقدوم إلى مدينة سبعة المجال، لكي قدوما من مدينة مغير ليسن أزهر. شكرا جزيلا لك مسبقا سيدي إدريس ولك الكريم. شكرا. Je vais parler en français. Je voudrais d'abord remercier le CDRP, vous remercier infiniment pour l'invitation. J'ai intitulé ce papier « Les quêtes philosophiques d'un amoureux de la traduction comme sagesse humaine ». En étant invité à lire, analyser, commenter le dernier livre de mon ami Mohamed Mouroud, ici Nafibel, je me suis senti obligé de plonger non seulement dans le texte, mais également le paratexte et les prétextes, dans le sens des textes précédant celui-ci, et prendre le temps de réordonner ceux qui le composent, afin d'être à même d'en saisir les interdépendances et les ramifications. D'où je parle? De l'exigence de l'amitié comme lien éthique. L'ami comme lecteur, bienveillant et critique, non dans le sens de celui qui porte un jugement, mais qui essaie de comprendre les fondements et les soubassements des énoncés, est censé être attentif au texte en présence, mais également aux quêtes plus anciennes qui le sous-tendent chez l'auteur. Celui-ci, lorsque habité par une vocation qui le transcende, a toujours des obsessions qui font de chacun de ses textes un jalon particulier dans un parcours qui le dépasse. L'ami, donc, lit pour lier, comme l'écrivain écrit pour tisser. Il lit ce qui d'apparence semble isolé, mais qui s'avère profondément intriqué. Si je lis Mohamed Mouroub aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de lier le traducteur au philosophe. Et d'abord le traducteur de la philosophie, pour Jomain de Felsefa, au traducteur du philosophe, Derrida, qui déconstruit et détricote le monolinguisme de l'autre, puis avec ce dernier livre, au philosophe de la traduction. J'entends ici, par cela, traduction non seulement comme acte de translation et de transfert, chose qu'il fait entre autres dès l'entame du texte en partant de sa propre traduction du texte de John Joseph von Hesse, mais plus largement comme une démarche intellectuelle, une manière de penser qui, comme le dit si bien Barbara Cassin,
ne confond pas l'universel et l'âme, qui se veut sensible à l'éthique du déplacement, de la pluralité, de la cohabitation et de la démocratie. Celle-ci se base chez lui en tout cas d'abord sur la polysémie des mots qu'il déploie dans le texte même, et par extension la diversité des langues, des cultures, des traditions, qui dans son entendement n'ont pas de centre, pas de hiérarchie ou de retard historique à combler. Elles ont plutôt des porosités, des ouvertures et des réalités historiques situées et hybrides, indécidables après tout, qu'il convient de relire à partir d'une conscience discursive qui ne prend pas les actes passés pour des reliques dépassées, ni même des indices sur le chemin idéologique d'un quelconque projet. Ce sont plutôt des moments aux résonances infinies qui ne cessent de nous parler au présent, parce qu'ils charrient, comme il l'écrit en référence à Rudolf Friedman, les résidus des temporalités et des épistémées qu'elles ont traversées chemin faisant. Et en prenant le cas notoire de la charte de Médine, aussi aujourd'hui encore entre mythe et histoire, qui est teintée autant par les récits de conquête que par les textes orientalistes qui l'ont sous-estimé ou lu avec des biais culturalistes, mon groupe tente de nous retraduire ce qui continue d'échapper à notre compréhension comme moment fondateur, quelque part raté d'un libéralisme endogène qui aurait pu débarrasser le discours musulman de son théocentrisme. Ainsi, en appliquant une forme d'uchronie qu'il prend au sérieux non comme fiction mais comme grille de lecture de l'histoire, comme potentialité, il nous invite à densifier la lecture du présent et à y incorporer tant de strates passées et oubliées. Que lire au seuil du texte? À partir de son titre, ce livre nous suggère d'emblée deux perspectives au moins. Par le titre principal, ici un alphabet, il tente de reprendre l'histoire du monde arabo-musulman à partir des commencements, quelque part en écho à Beginnings, sous-titré Intuition et méthode, où Edward Said, à partir de l'objet fictionnel, distingue les commencements de production de sens par les humains des origines, plutôt marquées par le sacré et le divin. Comme si, ici, Mahou opposait au courant fondamentaliste qui érige les fondements en origine supposément pure, précédant la chute et la dérive, l'idée de reprise en main de l'histoire comme terreau à retourner. D'où son titre, l'Islam al-Mubakkir, ala mihakki al-manhajiyati al-tarikhiyya, qui se démarque de toute posture idéologique, dont celle de l'historicisme prônée par Abd al-Arabi, qui, elle, instrumentalise la production de l'histoire pour refonder une trame idéale vers la modernité, et de ce fait, biaise la compréhension de la durée dans le sens des personnes et des trajectoires. Comment donc lire ce livre de Mahou? Lui-même nous suggère d'emblée, dès la première partie, un mode opératoire où il s'agirait de distinguer le texte étudié, celui de Joseph von Hayes en l'occurrence, et celui de Watt, sa propre traduction partielle des mêmes textes, ses notes qui occupent la marge mais qui ne sauraient être marginalisées, et son propre écrit aussi entre ces trois dispositifs. Ce qu'il nous dit en prélude n'est pas une indication formelle. En effet, après avoir pris le temps de traverser ce livre à plusieurs reprises et dans plusieurs sens, par la lecture linéaire, transversale et séquentielle, j'ai réalisé être en face de trois protocoles d'écriture à considérer. La première consiste chez l'auteur à chaque fois à prendre appui sur un texte tiers, un extrait, une longue citation ou un résumé, et d'entamer dès lors une lecture en miroir, avec d'autres traces littéraires provenant de traditions autres, de temporalités autres, ce qui fait émerger au fur et à mesure et à chaque station une pensée dialogique, critique. Le souci épistémologique derrière, comme le dit en creux Judith Butler, qu'il cite, est, je cite, d'examiner le phénomène en examinant les procédés conceptuels, les différentes directions qu'ils prennent et le mode opératoire de ces dispositions. La deuxième piste consiste à considérer le texte dans sa globalité,
en embrassant toutes les parties et sous-parties comme un rhizome ou un puzzle, se démarquant des formes de structuration verticale habituelles, empruntant les voies de la fragmentation, des bifurcations, des détours, mais aussi des reprises et retours, comme modalité discursive qui aborde le texte comme un ensemble de couches à déplier. Et le troisième élément, plutôt stylistique, concerne la langue, la grammaire du texte, où se niche une rigueur qui frise l'obsession, où il insiste sur la formulation de variations de sens, les enchaîne puis retombe sur ses pieds. Mais loin d'être l'expression juste d'une exactitude voulue, cet exercice de style qui imprègne l'ensemble du texte révèle du même tenant les doutes, les hésitations et de ce fait les dimensions intraduisibles qui accompagnent la traduction de la pensée. Tout cela étant dit, quel est le propos du livre ? La question nodale qui en serait le moteur. Il est évident que son sens profond provient d'abord de son architecture visible. Je dis bien architecture, entre l'architecture et le texte. Puisque les deux premières parties tentent une réappropriation de l'islam premier en repartant de la cité de Médine, où une pluralité est légiférée au cœur de l'espace politico-religieux musulman, puis avortée dans les faits. Cette parenthèse de cette année, qui a timidement préfiguré les formes de cohabitation ultérieures à Bagdad, Cordoue, est appréhendée non comme un incident clos, mais comme une potentialité ouverte à redécouvrir, non comme une exception oubliée, mais comme une variation faiblement analysée. En partant de l'épistémé de l'époque, mais aussi de ce qui s'est sédimenté dans les imaginaires sociaux, pour parler comme Castoriadis ou encore Charles Taylor, comme Mayhew évoque, il indique sa volonté de dépasser les dichotomies manichéennes surinvesties opposant conservateurs et sécularistes, traditionnalistes et modernistes, et exprime le besoin impérieux d'éclairer des modernités précoces, des formes de liberté héritées et mal digérées, car logées au cœur de traditions estimées hétérodoxes. Le recours à l'histoire, à la méthodologie historique ici, est une stratégie délibérée, parce que ce qui tient à cœur à l'auteur, en revisitant ces textes, des pratiques ignorées, escamotées ou minorées, est de fonder aujourd'hui les bases épistémiques d'une société plurielle, démocratique, qui se pense autant à partir de ces invariants, forcément en lien avec les croyances religieuses principalement et les identités plurielles en mouvement, qu'en dialogue avec un monde mondialisé et hybride par la force des choses. Cela implique de se démarquer d'une conception identitaire qui pense cette même société comme prolongement mythifié, mélancolique d'une pureté supposément originelle, mais aussi d'une conception positiviste qui croit dans la flèche irréversible du temps et la conçoit comme une abstraction séculière désincarnée sans lien avec ses aspérités historiques. Ce propos liminaire, qui revient également sur la notion de religion, dans le but d'en renouveler l'approche, de se débarrasser des apories traditionnalistes, et d'être, comme le suggère Rudolf Putman, dans une disponibilité responsable, qui permet d'aborder le présent non seulement comme un instant temporel isolé, mais également comme un don, present, gift, présent, comme, donc, présent non seulement comme un instant temporel isolé, mais également comme un don, relié à ce qui le précède et le conditionne en termes de représentation mentale. Partons de ce premier siècle, socle épistémologico-historique, l'auteur nous invite à suivre des sentiers qui s'entrecroisent. Il y a d'abord celui des langues, de la démystification de la langue mère, de la langue maternelle, considérée abusivement comme matricielle. Il en découle évidemment la question de la traduction, repensée à partir d'une controverse historique, d'une double évocation de Jahed et Tzohidi, et à travers eux, le lien avec la poésie et la logique. Cela amène au groupe à esquisser un dépassement nécessaire de la centralité du logos, et la nécessité de suivre avec tout ce que cela implique comme prise de risque, les différentes altérités. En avançant ainsi par une forme d'association libre, l'auteur révèle ses penchants philosophiques et ses choix éthiques en faveur de la latéralisation des savoirs, inspiré par le philologue italien Giambattista Vico, qui propose, à l'époque même où René Descartes insistait par le cogito sur l'individu pensant, d'aborder les conditions spatio-temporelles d'émergence de pensées multiples dans des localités diverses.
Il retrouve dans la même veine, à partir d'une filiation réunissant Edward Said, Frederick Jameson, Wael Hallah, Charles Taylor, Jacques Derrida, les possibilités et contradictions d'une pensée critique, multiculturelle, qui prend au sérieux les appartenances, mais au lieu de s'en suffire, prend conscience de la nécessité d'en aborder les complexités et tensions à l'œuvre. En repartant des obédiences et croyances, il les aborde non seulement comme faits historiquement établis, figés, mais comme représentation parmi d'autres ayant le droit de citer, mais aussi comme source de mythologie à saisir et déconstruire en permanence. Ce souci de justesse et d'équilibre l'amène dans le sillage de la double critique chez Khatibi et de la pensée contrapuntique chez Said de veiller à décoloniser les chaînes de pensée, à ne pas complètement rejeter l'héritage des Lumières européens, mais d'être en même temps alerte par rapport à la part d'ombre qu'ils ont à peine masqué. Chemin faisant, il nous montre à quel point l'histoire dont il parle est une réalité présente, qui ne cesse de se redéployer, de se transformer et d'infléchir les modes de pensée, d'où son insistance à maintenir une position de sage et d'amoureux de la sagesse entre celle de juge ou d'arbitre dont se prévalerait un intellectuel idéologue. Ce projet ambitieux qu'il porte n'est pas politique dans le sens où il n'est pas motivé par l'agir, mais il est politique, dans le sens où il met en avant par rapport à chaque signe, manifestation, événement, une vigilance critique. Il rappelle dans ce sens l'autre étymologie de la philosophie qui renvoie à la prudence, prudentia. Aussi, en alternant le regard d'épistémologue et de théoricien critique des sciences comme l'opus supposé de l'objectivité, il cherche contre toute paresse intellectuelle à en révéler les fondements, les constances, les déterminismes et les errements. De même, en se faisant déchiffreur d'événements qui adviennent au quotidien, le coup d'État contre Morsi en Égypte, le Covid, il cherche à montrer que la philosophie n'est pas un super savoir, mais une posture éthique, une manière d'être présent au monde, ni en apesanteur, ni en surplomb, mais en lien étroit et distant à la fois, avec les signes qui émergent et recèlent une apparence éphémère. Qu'est-ce qui lie ce livre aux ouvrages antérieurs de Mohamed? D'abord, une même quête de réinventer l'humanisme à partir de son milieu, son oikos, son lieu de vie et de pensée. Comme il le montre déjà dans Ton chemin et le Felsafa, cette positionnalité, cet ancrage culturel, nullement culturaliste, ne l'astreint pas à une forme d'immobilisme ontologique. Au contraire, par le déplacement, le rapport à l'altérité et en même temps la relecture de l'histoire comme révélateur de signes réinterprétés, il se fait amoureux de la traduction comme sagesse humaine. Et ici, il convient de faire le lien entre ce dernier livre et sa traduction du monologue l'une de l'autre chez Derrida, de Derrida, pardon, qui s'est employé à partir d'un séminaire tenu aux États-Unis avec des penseurs francophones, dont son ami Al-Khatibi, avec lequel il converse, de revenir sur ses coordonnées identitaires, l'Algérie, la judéité et le français, pour interroger sa capacité, une fois conscient de cela, à être juste. Non aliéné par son histoire, soucieux de comprendre l'autre, et non enfermé dans un quelconque mythe au nom de la terre, de la nation ou de l'obédience. Le même souci dont fait montre Derrida, à savoir que même dans une même langue, la traduction est permanente, l'altérité incorporée trouve son écho chez Mohamed, qui rappelle que son souci n'est ni la culture nationale ni l'identité religieuse, mais la capacité à augmenter son humanité en étant conscient de sa positionnalité. Il est tout aussi content de rappeler que déjà, dans Ton chemin du Felsafa, il a déjà esquissé une critique de l'Hawi, à partir de son concept de la raison et son paradoxal retour au texte coranique dans la Sunna al-Islam, en pointant son éloge excessif de la rupture avec l'héritage arabo-musulman comme condition de la modernité. Car tout l'effort de Mohamed, en tant que grand lecteur et spécialiste de Martin Heidegger, est justement de s'employer à montrer par plusieurs détours que la modernité est aussi une réinvention de la tradition. Je termine par dire que lire Mohamed, ça se mérite. Et le relire, ça s'impose. Pourquoi? Parce que comme son écriture en boucle, il faut prendre le temps de faire le tour du texte pour mieux en saisir le point culminant à partir duquel la pensée génère ses propres extensions. Je vous remercie. Merci.
Quelques-uns ont été un peu étonnés de voir notre ami Six-Six exposer sa manière de voir et de lire en ligne et de la partager avec nous en français. En vérité, il avait contacté l'auteur, c'est un nouveau, il m'a demandé en quelle langue ça va se passer. Et Moreau, comme tout Marrakech qui se respecte, il est absolument laissé la liberté de son invité de s'exprimer comme il entend et comme il veut. Merci beaucoup, Sylvie. La parole maintenant est à notre ami, Oustad Sidi Mohamed Bouhari. Les amis, il va parler avec Moustapha Sabihel. والآن تجعل الحصة وهذه الحصة أكثر إمكانا وأكثر فهم لما نحن بصدده. والكتاب ليس بسهل pour nous dire que pour lire ce livre-là, il faut aussi lire les autres et faire un aller-retour des écrits et des productions de ce livre. Mais il y a une idée fixe, c'est d'essayer de comprendre le présent, de pouvoir agir sur ce présent, sans idéologie. Et donc c'est une sagesse. Et ça, le philosophe, c'est le sage. Quel est le malakassi Mohamed? وكان الله في عمري من يقرر عن الكتاب وقد المحرس قد نقل إلى عصر هذه الموليدة وطريقة سأقبل لما قد أكرى بيومنا لن أتقوقع ذاهبنا بنيتي النصي وإنما سأستعين بمعرفتي بصاحب النص أيضا وأنا أزعم أن هو موجود داخل هذا ومواقفه في الحياة موجودة داخل هذا الكتاب ونقاشاته ومعاركه في المجتمع المدرج وفي الساحات أيضا الرجل في الساحات كلها موجودة في هذا الكتاب كان خلقه استهداف مرتبة بدا كان خلقه سنه كان خلقه كتاب ماذا أقول هل أتحدث باللغة نفسها هل أصف الكتاب بما وصف به نفسه هنا سأغامر بأن أصد الناس عن قراءة الكتاب في حين أنني وجدت هنا لكي أغري بقراءة الكتاب هل أبسط الكتاب ولا سأخون مقصدا نصي أيضا في حالة سأبسطه لو كان صاحب النص يعني سأقول فعلى ذلك بنفسه لكن لابد من المغامرة والنص كما قال القدماء
وحدتهم أيضا بمجرد ما يكتب المؤلف كتابه فإنه لا يعود في ملكه وإنما يعود ملك للقارئ بشرط أن يمتلك أخلاقيات القراءة، أخلاقيات القراءة التي تفترض أن يؤسس موقفه وفقا لقواعد القراءة المعروفة. كيف أقرأ؟ من أين أبدأ؟ ما الذي أختار؟ الكتاب كله لمعات، كله إضاءات. كيف أقدمه؟ شبرات هي أصلاً، تلك الشجرات هي منتقات بعناية. كيف تفاضل بين مقالة ومقالة، بين الشجرة والشجرة، بين إلماعة وإلماعة، بين موقف وموقف، بين مخاطبة ومخاطبة بلغته الفارغة؟ كيف الكتاب كله مخاطبات، لكنني أعتمد عتبة العنوان التي صدر بها مؤلف كتابه والاستئناف البدء باسمه المبكر على محك المنهجية التاريخية، أن يختار المؤلف واحدا من أبنائه من المقالات أن يفضله لكي يضع على صدارة الكتاب. هذا ملمح يمكن أن أوظفه في الحديث عن هذه المقالة. ليست المقالة، هناك مقالات أخرى تفرد نفسها، لأن الكتاب يتميز بروحه، هناك روح كامنة في كل هذه الموضوعات، وبالتالي فالحقيقة لا متردد إن فسر رأي أن تطردنا لما افتتح هذه المقالة. الكتاب اللغة لا أقول صعبة، وإنما اللغة هي متوجهة إلى صفوة من القراء. ليس بالضرورة أن يكون القارئ طالب فلسفة أو قارئ فلسفة. هناك ولع خاص بموضوعات معينة يختلط تلك الأسلوب، أحيانا قد يستدل على عمق الواقع الفلسفي من مخطئ من الرواية، وقد فعل هذا من مرة، قد يفعله بمقطع من سيرة ذاتية، وقد يفعله بنص يزاحز وليس بنعش مثلا. إذا ليس الكتاب موجها إلى قراء خاصين أو مختصين أو لهم تخصص معين، ولكن الكتاب يتوجه نحو قارئ يتمتع بقدر من الذكاء ومن القدرة على صبر غور هذه الأعماق التي يضعنا المؤلف أمامها. المسلم لا يكتب هوامش، صحيح هو يطعن هوامش، لا أقسم الهوامش، أنا أقسم التفاصيل. هو يخاطبك على أساس أنك تعرف الخلفية التاريخية، وليس له الوقت والجهد الكافي لكي يفعل الأشياء التي هي موجودة في مراجع متعددة. فهو يفترض بك معرفة المستقبل، الدخول إلى هذا الكتاب بطلب بذاكرة ممسوحة هو مغامرة، لأن المؤلف يفترض بك معرفة التفاصيل التاريخية التي لا يمكن أن يكتبها لك، لأنه يكتب لغاية أخرى غير غاية أن يؤرخ بظاهرة أو للموضوع. إذن ينبغي أن تعرف الإنسان المبكر، ينبغي أن تعرف الثانية المبكر، وبعد ذلك سوف يخاطبك في جزئيات من جزئيات التاريخ، وسوف يقول لك رغبته وتعليقاته على كبار الوسط والزمان، لا يتحدث إلا عن الكبار هنا حتى.
في هذا الكتاب. لن تجد إلى زاحظ، لن تجد إلى من إس من بين كل الذين كتبوا في موضوع الإسلام المبكي. سوف تجد فقط فرقس، سوف تجد إحالة إلى سوف تجد إحالة على إدوارد سعيد يعني على طينة من النصوص المؤسسة التي اختارها المؤلف بأنها أيضا هذه اللغة التي يكون بها هي لغة ليست بيانية بذلك المعنى الذي يتضمن الاستطرادات والتعبيرات وتنوعات القول إنه يقول الأشياء مرة واحدة ويضر عليك أن تفكر تلك الفكرة وأحيانا قد يضع لك على منوال لغة المناطق قد يضع لك علامات وقد يضع لك معكوفات معينة لكي يختصر بها جملا طوالا عليك أن تفكر تلك اللغة. هذا ينبغي أن لا يسيء أحد في النقطة. أنا لا أقول إن اللغة من الكتاب صعب، لكن لا أقول إنه غامض، لأن الرجل دائما يشتكي من الأمور بنصوص فلسفية ودائما يوبخ كتبة في مجال الفلسفة ويؤلمهم على ضياع الأمور وهو يريد على قاعدة وضوح الفلسفة ثقافية طبعاً بدأ وضوح خلوي ديسكورد ولا ميثود ناجما من حضرت إلى الأساس المحمد لتحددت لأن يشير إلى الكتاب مقال في المناشي وفي خطوات المناهج الفلسفية. هذه ملاحظة أخرى لغوية على مستوى اللغة وغازية هذا المبحث هي أن المعنى في هذا الكتاب مرتبط بالمبنى بشكل كبير. هناك هذه الملاحظة هي وليدة العقل المنظم الذي يكتب به أستاذ مقالات فهناك تحدي القراءة الصحيحة في هذا الكتاب. هل تقرأ دون الحركات الإعرابية؟ ينبغي أن تقرأ القراءة الأولية بشكل صامت إلى كونه نفسي، بعد ذلك يمكن أن تتصور لكي تقرأ القراءة الثانية حتى لا تخطئ العبارة التي قد الفاعل الذي قد يأتي متأخرا أو الخبر الذي قد يأتي متقدماً أو الصفة التي قد تبدو لك معتاد لكنها هي توكيد. أنا أقول إن هناك مشكلات وهناك قصص حدثت لنا في هذا الموضوع. هناك شخص في جلسة جميلة مع سيدي محمد وقلت له الكتاب وأراد أن يقرأ بشكل فوري فكنا مضطرين إلى به إلى أن ليس على هكذا. أنا أتكلم غير عن هذه العبارات اللي موجودة هذه الفقرة الموجودة على ظهر الكتاب. في هذا الشيء من الصعوبة، ولا دائما أقول إن الأفكار معقدة بمعنى مركبة. الأفكار بالغة التركيب لا يمكن أن يعبر عنها إلا بلغة بالغة من التركيب أيضا. أمر إلى الحديث عن بعض الهواجس التي تسكر الكتاب التي لاحظها من خلال مطالعتي لكثير من موضوعات الكتاب. هناك أشياء لا يمكن أن تستبعد من أستاذ المحمود أو أن تحاورها أو أن تقرأ لها دون أن يتحدث عن التاريخ والتاريخية
لا يمكن أن يتحدث دون أن يشير إلى الحاضر، لكن الحاضر التي أصبحت مفتاحا لتفكيره. ليس هناك موضوع من الموضوعات التي تطرق لها بهدف التطرق إليها. كل الموضوعات التي تحدث عنها التي استدعاها من القديم من الماضي، كل هذه الموضوعات جاء بها في هذا الكتاب من أجل أن تخدم قضية من القضايا التي تهم حاضرة المؤلف وحاضرة القارئ. ليس هناك طرف بالذات طرف فكري في هذا الكتاب الذي هو يقرأ منه، لا يمكن يقرأ منه لكن هذا الكتاب محكوم بحديث عن مشكلات العصر الحاضرة الأخيرة. إكراهات الحاضرة التي تجعل من شخصيات معينة في مراحل عناصر معاصرة لنا، عناصر يعني معايشة لنا وحالفة لنا، جاحظ يكون أحيانا أقرب من كثير من الكتاب والأذكار اسمنا. الجاحظ يبدو وهو يتحدث عن المهندسية في زمانه وعن المشتركين في المنطقة في زمانه كأنه يعالج إشكالا من الإشكالات التي يعالجها الإبستيمولوجيون المعاصرة. الأستاذ محمد هو في هذا الكتاب مشغول بقضية أساسية في كل المقالات التي كتبها، وهي إزالة سوء الفهم. هذه الأشياء لا يصبح بها، ولكنك تشعر بأن الرجل يريد أن يزيل سوء الفهم. صفحة 25 هناك إحالة ونقرأها. وأنه ليس بالعلم، هذا نص ديال جاحظ يستعير هنا، الجاحظ يختصر العلاقة حالياً على أن ما وجدنا مهندساً قط ولا رأينا حاسباً يقول ذلك إلا وهو من ذلك والقصر القوي ولا إلى آخره. في مقالة إسلام المبكر هناك منازعة ومجادلة لموقف المحدثين من علماء الكلام من اللاهوت الإسلامي. هناك ردود على من يجعل التفكير، أنا صعوبة يعني أن الأستاذ محمد هو مدرس لمادة علم كلام ويعرف هذا الأمر جيدا، لكن التمييز ما بين مستوى علم كلام كمادة دراسية تتطلب جهدا معرفيا واهتماما بالمصادر وحديثا شيء، واستعادة علم الكلام في علاقته بالمجتمع. والأستاذ منذ البداية يقول بأن العنوان استئناف البث الإسلام المبكر، الإسلام المبكر هذه هي عبارة وردت في كتاب بارنس وتم تجاربها في الترجمة العربية عن الألمانية، وتوكيدا على أهمية هذه العبارة عبارة الإسلام المبكر فهو يجعلها عنوانا لكتابه في إطار حواره مع بارنس في تلك المقالة، وهو حوار تجده حوار ند للند، ويضع تعليقات وشروحات على ما بداه بارنس. سنعود إلى الموضوع إن سمح الوقت. أيضاً من الجدل الذي يمكن في التجربة هو قل أحلام كلمة مترسبة في مجال الفلسفة أو في مجال المشتغلين بالفلسفة. يقول عن علم الكلام ينبغي أن تنسى كل ما قرأته عن علم الكلام وأن تقرأ المحاولة لاستعادة علم الكلام في إطار الاهتمام بسؤال الحاضر، وبالتالي فعلم الكلام لم يعد هو الدفاع عن القضايا الدينية بالحجج العقلية كما هو مثبت في المقدمة والذي
هو اسمحوا لي أن أقول بأن مثل هذه التعبيرات هي حينما يقرأها كاتب وعاصر المفهوم ويعصره فإن هذا العنوان يضم طويلا لأنه ما جدوى أن تتعلم علما تجادل به أشخاص لم يعدوا وجودي لا يمكنك أن تواجه المعتزلة اليوم ولا المرجئة ولا أن تدخل النقاشات الكلامية ولا يبدو مفيدا أيضا الدخول إلى النقاشات في العصر الحديث لكن كيف يمكن استعادة هذه القضية الكلامية بطريقة أخرى يقول أستاذ بوعيسي المهم علم الكلام صناعة لا تكاد تظهر قوتها إلا مع حضور الخصم صناعة لا تكاد تظهر قوتها إلا مع حضور الخصم يظهر علم الكلام حينما يكون المجال مفتوحا لنوع من التعددية إذا يمكن أن يكون علم الكلام صالحا للنقاش العمومي فهو مرتبط بتعدد الأصوات مرتبط بالبحث عن الحقيقة عوض ترسيم نموذج عقدي محدد استعادة درس علم الكلام بالطريقة التقليدية هو ضرب لروح علم الكلام التي هي مبنية في الأصل على تلك الأصوات المتعددة التي ينبغي أن نحاول الوصول إلى 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 نوع من الحقيقة وسيد محمد يؤكد على نقطة هامة حين يقول بأنه كم هو لا كم عبارة بحذافيرها كم هو صعب أن تناقش موضوعا تبدو لك جميع وجهات نظره صحيحة لأن إبداء نوع من التعاطف مع المقروء ينبغي أن ينطلق من هذا الشرط شرط الاحترام إذا هذا الجانب الاجتماعي أيضا لأن اسمه يحاول فان إس وفان إس كتب كتابا عن علم الكلام والبدماء وهو يحاول أن يبحث عن دور علم الكلام في صياغة الجماعة إذا كان استقف هي ما يبقى بعد ما يتم نسوي كل شيء فإن التاريخ قد جعلنا ننسى الكلام لكن قد صبت إن الكلام نزلت حاضرة نزلت نقاشاتنا اللاهوتية محكومة بخلفيات كلامية نسينا مصدرها ونسينا أصلها حديثنا عن الحرية حديثنا عن القضاء حديثنا عن الجبر هذه الموضوعات التي لا تفتق نستعيدها في نقاشاتنا هي محكومة بهذه الخلفية الاجتماعية التي تركزت وإذا كان الباحث المعاصر الآن وحتى المشتغل بالفلسفة يجد حرجا في أن يبحث هذا الموضوع ولا يجد حافزا له فلا يكفي أن يتذكر كيف أفنى برئيس شبابه وعمره في البحث في هذه القضايا التي هي قضايانا نحن بالأساس لهذا أنا أعتبر أن هذا العنوان هو تحية لفان إس الذي هو مجهول في الثقافة العربية و معروف قليلا بالناس وهو عملاق كبير يكفي ان بيرنارد لويس لم يكن كان ياتي الى محاضره بالناس قبل ساعتين كي يحجز مقعده وكي يستمع الى بالناس اذا هذه تحيه الى اعتقد ان هذا العنوان هو تحيه الى بالناس العملاق موضوع أخرى على الياس من الوقوف على الأشياء كما كانت وهذا كان ياس على الناس كثير ولكن القبض القبض على الأشياء الأشياء التي نقبض عليها الأشياء التي نعيها كامل الوعي الأشياء محاولة الوصول إلى الأشياء المنفردة الأشياء الهامية الأشياء التي يصعب القبض عليها هكذا يتحدث المؤلف عن مشكلة القدر كيف أن عبارة القدرية تعني في وقت نفسه
نفاة القضاء وتعريف الأهل النفسيين الذين يؤمنون بعدم إمكانية الإنفلات من قبضة القضاء. هذه الكلمة سوف توقف عند رامز كثيرا وعبارات القدرية مجوس هذه الأمة في الكتاب زرابيشتي يوهان. كيف يمكنك هذا النص؟ ما هي الخلفيات الإيديولوجية التي عمل الرواة على نقلها عبر تثبيت هذه العبارة؟ من هو القدري؟ هل وصف القدري وصفية حساب تاريخية في زمن ما؟ هل القدري هو المجوسي؟ هل القدري هو الزنديق؟ كيف أصبح القدري هو الزنديق؟ وكيف يمكن وصف كيف يمكن شرح وصف الزنديق توصيفا علميا من خلال النص؟ هذه ما كان يبحث عنه فرانكس في عبارة أخرى أو ملح آخر في الكتاب هو الأفق المشترك. هو يبحث في هذا الكتاب عن رسم أفق مشترك. في مقالة 60 هناك عرض للموقف السلفي والموقف المحدثين، وهناك بحث عن مصالحة ما بين الموقفين. هناك عتاب على المنتصرين للدين، وهناك عتاب ايضا على المنكرين لدولتي في الحياه الاجتماعيه. هناك استعاده للحديث عن الدين وموضوع السلفيه من الموضوعات الاساسيه دائما في كل ما يتبعون وفي كل ما يدخلون به. نتذكر بالنسبة للرجل، نتذكر موضوع الدين في موضوع بما أن عنوان الستة في البدء كان استعادة للحظة بن أيس في اشتغاله على موضوع الكلام، وبما أن المقال كان ملاحظة على ترجمة الكتاب وعلى أصداق الكتاب في العالم العربي وعلى ضرورة اعتماد المنهجية التاريخية، عبارة في محك المحك في شيء من الصرامة، في شيء من القسوة، في شيء من الاختبار. إننا نضع المعادن على المحك من معرفة الزاوية بلا الحقيقي. وضع النصوص في المحك هو اختبار لها ولا من القسوة على النصوص بالمناسبة، ونوع لإعادة رسم علاقة غير علاقة مهادنة مع النصوص. وضع الكلام الممكن في حضرة الإسلام في سياق عقلانية ناشئة يسمح بوضعها بشكل عام في سياق الفلسفي بالمعنى الأرسطي. هذا من الأشياء التي استفدتها كثيرا من هذا المقال. الكلام بقضايا في إطار قراءة جديدة له تتغير وضعه على المحك، يبرز إلى أي حد يمكن أن تكون الأسئلة الكلامية جزءا من الانشغال الفلسفي بالمعنى الأرسطي. حينما نقول الكلام نحن نصرف إلى الجانب اللاهوتي، إلى جانب من القسم الذي يسمى القدماء جريء الكلام، ولكننا ننسى
جزءا ضخما عنوانه مؤلف الكلام بدقيق الكلام، ودقيق الكلام هو مبحث الكوسمولوجي المحضور، لأنه مرتبط بمفاهيم الزمان، مفاهيم الحركة، مفاهيم إلى آخره، بمعنى أن هناك قاموس علمي ضخم في علم الكلام ينبغي مراجعته، والعمدة على بالغس في أنه يمكن أن ينتهي إلى حقل الفلسفة، بل إن نقاشات كثيرة بين المتكلمين مثلا ما بين أبي الهدين الإلاف وما بين المنظم، أن جزءا من الخلاف ما بينهما هو نفس الخلاف ما بين أرسطو وما بين أفلاطون. أمل أن أكون قد وفقت في غاية من هذا الحث، وهو الحث والحظ على قراءة الكتاب. أمل أيضا أن أكون قد قدمت فكرة للمتخصص في الفلسفة لكي لا يدخل الكتاب بطاولة ممسوحة، الدرجة صفر التي علمتنا من أجل مصر معاصرة مساوئها. أمل أيضا أن أكون قد أسهلت للجمهور غير المتخصص أن أفتح شهيته لموضوعة الكتاب التي موضوع الكتاب التي أحدها بالغس الإسلامولوجي الذي أثنى عمره في فك مستغرقات الدراسات الأكاديمية. شكرا لكم. أقام حتى بحيث أراد أن نبسط للحضور الكريم ولا يخفى لأي أحد بأنه جمهور متميز أخذ بنواصي القراءة الجيدة لجميعنا، والذي كما استمعنا له الآن إضاءات مختلفة له قاعدة وزن شعور الجميع، سوف يمكننا بين الحوار والتفاعل مع الناس من الأسد بالاحترام، ولكي نترك بعد الوقت للأستاذ المؤلف محمد بهوب لكي يعني يكون خاتمة لقائنا. شاكر للجميع المساهم في اللقاء، مركز الإخوة على أسئلة شاكر للجميع لا فقط لهذه الجمعة بل للجموع التي سبقت، الجموع التي ستتكالى، والمركز عازم على إقلال عنها. شاكر للجميع التي سألت كتاب في المركز هذا الكتابي والمركز وفي على مستوى مراكش، شاكر للحضور الكريم، العناية بتاعت العالم البعيدة حضروا أنه مهتم بشاكر، شاكر للزملاء الذين ساهموا في القراءة، الشباب واحد شاكر له جهود الذي قام به
وهو كان جدا موفقا في الصوت. جميل الصديق ادريس تقاسم كثير وقد ابان على قبضه. بالمناسبه كلمه قبض هي كلمه المانيه. علاش كلمه المانيه؟ لانه الكونسيبت كلمه لاتينيه ما يمكنش نفهموها لان ما بقاش عندنا الوعد اللاتيني. أو فاسو هي كلمة القبر، هي اللي تدور عند الألمان. كلمة القبر هي كلمة المفهوم، المفهوم اللي تنقولوا عليه بحال تنقولوا راه فهمتي ما فهمتي، لا مسألة قبر ما فهمتي ما فهمتي. دونك كي تنقولها سيدي محمد فيها على حسب المفهوم، سابقوا هذا المفهوم، المفهوم اللي ما بقاش مفهوم. المفهوم اللي ما بقاش مفهوم، لماذا؟ لأنه جتوتيت لا مالاش بالبعد اللاتيني ديالنا. ما بقاش عندنا اللي شويه القضيه الالمانيه ساعدتني باش نعرف. اشكر لا بد ان انسى اشكر اسمه الغالي صديق مقام الاحزاب اللي كنت خرجين في النار او شاكر فيها هكا. واذا كانت شي حاجه ما دازتش شاكر راه فيه شي شويه احترام وتقدير وفوان حتى هو يبقى الموضوع قالوا له كثير احترام وتقدير فيها هكا. وله دين عالية. كلمة الصفة فيما يتعلق لما كتكلم بزاف على فان إيس، فان إيس كانت يهمني في مسألة الصفة. فان إيس هذا مستشرق ألماني مسؤول عن الدراسات الإسلامية فين؟ معهد بلانك ألمانيا. معهد ماكس بلانك قبل واحد الدراسة الإسلامية تساءلت أنا واحد النهار تنقول هذا الراجل اللي تيمشي يشرب بيرة مع صحابو علاش يهضر؟ واش يهضر لهم على العلاف؟ يستحيل يتلاقى مع الألمان واش يهضر لهم على 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 العلاف وعلى على على النظام وعلى اش اللي كتهمني؟ لما يقصر عمره على هذه اللطائف؟ وكيف تندرج هذه اللطائف في لطائف مع هذا الكرانك؟ مسألة أكبر من مسألة وقوف عند كان لهذا كانت مسألة لا تكاد تكون مسألة المعلم علي تقول كان همه الأساس ما الذي كان يا ترى يمكن أن يكون التاريخ الغربي لو لم يقل بالطريقة التي كان عليها تقول الطريقة العربية الإسلامية تمدني بوحدة أمين وصيفة وسيلة دونك لأنه يعني في دراسته لهذا المشروع الإسلامي كان لو بلو فينومونولوج ديز اسلامولوج. اي دونك كي شيرشي ا تروفي لا فارياسيون. كاين بوسيبيليتي اوري بو ات اوتر سي ليسوا اوكسيدونتال نيتي با سيل كونيسون. علاش؟ لانه من المنتقدين ديال التاريخ الغربي الذي لا يساهم في تضخيم الاراء الغربيه. يقول عندها هنات وهنات كبيره كان باستطاعتنا طرق تعدد الطرق اللي شنا اللي كنديرها عند العرب المسلمين كان باستطاعتنا ان نتداركها جاب جوانب متعدده لهذا السبب الحمد لله القليل الحقيقه. فانا اسف ماشي حتى تدخل واحد المستشرق لا ابدا المستشرق لانه قرب من شي سؤال تيهمنا في الحاضر جماعه. دونك هذيك المساله انا بدي نقول اللي كان تيهمني ببساطه الاخوان شاروا القليل الحاضر ما تنفهمش الفلسفة في غير علاقتها بالحاضر، لا أفهم. الفلسفة في غير علاقتها بالحاضر، والفلسفة لا تطرق موضوعاً غير موضوع الحاضر. فقط أن لها تصور عن الحاضر غير تصور بادئ الرأي. بادئ الرأي تصور الحاضر على أساس أنه هو ماتي فقط بادئ منه. لا يتصور السمك والعمق لونسومبل دي زيبيسور اللي تيشكلوا هذا الحاضر. إذن الفيلسوف بارت على الإكسبلوراسيون de ces sédimentations, de ces couches qui constituent cette histoire, c'est ce présent. C'est ça, c'est ça. Tu dis, elle t'a dit, 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 elle t'a dit. Et donc, la phase ou l'aspect
présentiel de notre présent, ماشي هي اللي حاكمه بوحدو. Donc il fallait s'aventurer à aller voir ailleurs. Donc à la fin du moment, le mifta, ouvert, ou le mifta est comme Marx dit la quelle magie, la vie, les amouettes, les nabats, les yazaluna, qabiduna, bidalabi, les hayats. Les amouettes, les dina, les yazalu, qabiduna, bidalabi, les hayats. Donc tu dois confronter ce truc. C'est épaisseur. Mais il dit que le chien, tu m'as pas dit de la gymnastique, c'est quoi, c'est ton, c'est un choix. Mais c'est un devoir. Vous voyez, un devoir d'aller voir pour comprendre ce présent, de le voir. De deux, où je m'arrête. C'est à la pénalité de l'unif, à la pénalité où est-ce que tu te rends compte, à partir de l'exemple de Sahifa, que notre histoire, ça nous a été spoliée. سرقات من النتائج سرق من لحظات معينه اللي قراءه صحيفه المدينه طبعا كان بون اكزوم كومون دي زيفيون كي دي لافونغارديز سي اي لو كوم تلقى اوغميتات وداز بحال عمرها ما كانت وتجيو بعد البوليتيان كيفاش ممكن نحققوا شي تعايش يو بيان ضربتنا لامنيزي ولا تنقولوا هذا هو الباب اوجهو مجموع القراءات التي تتالت على هذا التاريخ لهذا التاريخ ما كان الاساس الا ضيعته اضاعته في طريقها لم اطير صافا شريف شكرا حياتي شريف واخا استحواذ اولا لفتحه ثانيه بمعنى أن هوامش المداخلات ثم هوامش الملصق وأبدأ بنقله صاحب المداخلة الجميلة سيكسيكس أن الكاتب يقوم بالنسج والقارئ يقوم بالرد لأن نمط الكتابة الذي يستلمه بلغة الثاني تدخل بمنهجية قرائية غير نسقية هي قراءة القفز قراءة القفز التي تخمد اللحظة لحظة القراءة دائما هي بدء ولا ترتبط بتراكم لا ترتبط بتراكم وأحيل على مقال لبارت في أسطوريات ميثولوجي الذي يقارن بين الكاتش وما بين الملاكة الملاكمة سيروها بنادية الكاتش لحظة وكل لحظة متميزة ولذلك جميع المداخلات تشير إلى صعوبة القراءة إلى النسق إلى التراكم ولذلك سوف نحن على سؤال فلسفي وهو الزمن العمق الذي يطرح في الكتاب نقرأ الزمن التاريخي الإسلامي الزمن الإسلامي ميتافيزيقي هناك لحظة صافية السلف يحاول العودة إليها لكن مفهوم الزمن أو مفهوم الحاضر عند الأستاذ مهوب يكتف الماضي ويكتف المستقبل فهو مكتف لا ليس خطيا لينيار بمعنى أنه مكتف ولذلك حينما نعيش الحاضر الحاضر ممتد في الماضي بمفهوم امتداد والحاضر يستحضر المستقبل ولذلك القراءة لا يمكن لمن يراهن على قراءة نسقية قراءة عقلانية لذلك بداية المداخلة الأستاذ سيكس بداية والنهاية كانت ذلك القراءة الأولى ضرورية
إعادة القراءة مفروضة، بل إن الكتاب أو هذا النمط من الكتابة نيتشه ديريدا الحقيقة ونسق. ثم إذا أردنا أن نعود إلى الظاهرة الفيلولوجية، نعرف أن أباشر الظاهرة دون بسيط صمد يسمح، وهذه هي الحقيقة التي يمكن أن نقرأ بها الخلفية. وذلك حينما نشعر بصعوبة بعدم تركيز لابد من استحضار هذه المرجعيات. قراءة بدون وسائط، بدون تراكم، مفهوم زمن، وهذا إذا كنا نقرأ الفلسفة. أنا لست من أصحاب الفلسفة ولكن أعشق الفلسفة. ولكن حينما أنصت للأستاذ كان دائما أسئلته دائرية. لماذا لأن الكتابة دائرية؟ كأنك في فخ. أستاذ بوغالي ذهب إلى علم الكلام وكان في قراءته يستحضر الأستاذ. لذلك إذا قرأ لي القراءة وأنا بينه سوف يقرأها قراءة أخرى. أنا أعرف ذكره. أكسيكس كان خطيرا. لأنه قال قراءته لأنك لا تجد نسقا، لا بد أن تقرأ وأن تقرأ حب بصره. يعني مش واحد أصل قرأت تقول قرأت تقول. ولذلك هذا هو الفهم ديري تاكس نيتشه ليفيناس واحد الناس اللي سكتوا السوريالزم على ابن سعيد واحد النسق اللي يحكوا لك حاجتين تفهموا وما هو هذا الدين. انا مستقصد ليه سكتي مع الكاتش والنساء ما يشوفش النسق. مسألة أنا تنظر بأن هذه القضية اللي كان السمح بأن التكتيف الحاضر تنظر هي المسألة الجوهرية. ولكن علاش التكتيف الحاضر؟ علاش التكتيف الحاضر؟ لأن كاين مسألة في الإصلاح المقبلة ما قلناش بالقاس هي مسألة الإصلاح. لأنه هو من دزل العوي وشال سنة الإصلاح بين لامباس ديال تاريخانية مأزق ديال تاريخانية، وهو عنده الهم السياسي وعنده الهم ديال الحاضر وديال السياسي، ولكن ما تتعاملش معاه كحكم، تتعامل معاه كخطة ماشي كحكم. هذه التوضيح لذلك القراءة ديال العوي مهم، يعني اذا مقاربه تاريخيه لازم تحاول تكتف الحاضر باش نقدروا نفهموا الامكانات المضمره، الامكانات المضمره، الامكانات الغير مقروحه. وهذا علاش هنا هذا العلاقه مع لو ديكولونيال مش غير البوستولونيال ستاديز ولكن مع لو ديكولونيال، لان المساله ديال المغيب شنو هو المغيب في فهمنا لما ترسب من التاريخ واللي الذي يعيننا الى المضي الى الامام. هذا هو هذه النقطه الجوهريه، لان الديكولونيال ما هوش فقط مساله ديال اعاده قراءه التاريخ من اجل تفكير التاريخ. الديكولونيال هو فتح امكانات متعدده لتوسيع المجال الكوني وتوسيع المجال الفكر الانسي. الفكر الانسي ما يخرج من الإيروسنتريزم المركزية الأوروبية وندخلوه الإمكانات اللي عندنا باش نعاود نبنيو. هاد إعادة بناء الفكر الإنسي، إعادة بناء إمكانية الإصلاح والخروج من المأزق الحكم التضاد بين الحداثيين، هذا في بناء هذا التكتيف ديال الحاضر، في بناء ديال إعادة قراءة أسماء المقصود وإمكانية بناء تصور منفتح أكثر للتعدد. هذا أنا بالنسبة لي، لأنه هذه النقطة ديال المسألة واش فكر نسقي ولا شذراتي، هنا كاين أنا بالنسبة لي كاين أميكس، كاين أميكس. ما هي كتابة شذرية ولا هي كتابة نسقية؟ هي كتابة بين الاثنين.
لأن هناك هم جوهري وهناك مداخل. مش علاش أنا تنتظن كل ريزون مشاكل دولوز، لأن كاين إمكانيات امتدادات ممكنة انطلاقا من مداخل متعددة. هذا هو النقطة اللي بغيت نوضحها. شكرا. ساهم الصالون الأدبي في مداخلات حول الكتاب. كريم، j'ai une question à poser à M. Moreau par rapport à la charte de Médine. Mais avant, je voudrais dire, je rejoins M. Xekis dans l'intervention que j'ai trouvée vraiment époustouflante, pour dire que ce livre mérite plusieurs lectures, même si moi je n'ai eu le temps d'en faire qu'une. Et je rejoins M. Bourali qui a dit que c'est un livre qui se lit par, pour tout le monde. Il ne faut pas être spécialement en philosophie, ou c'est ouvert à tout le monde. Très, très, pour moi, c'est un livre incontournable. Et c'est mon premier livre en arabe, donc moi je l'ai lu comme un roman, je l'avais dit l'autre jour à M. Moreau, parce que j'ai l'habitude de lire la philosophie ou des livres sur la philosophie. Là, je retrouve, ça m'a rappelé Balzac dans La Comédie humaine. J'ai retrouvé des personnages que je connais avec des histoires que j'ai déjà lues. Celle de Derrida, par exemple, avec Scholem, avec Lévinas, avec Hannah Arendt, des histoires sur Al-Jahid. Enfin, on retrouve tous les personnages philosophiques dans ce roman et l'histoire. À ce niveau-là, j'ai trouvé le livre vraiment très, très intéressant. Maintenant, ma question par rapport à la charte. Par rapport au fait de dire que c'est la première charte dans l'histoire, pour ce que, enfin, je vous fais confiance quand vous le dites, mais quand je pense à l'histoire de l'Antiquité et à comment le Moyen-Orient justement antique a géré la diversité, a géré les empires, enfin tout ce qu'on connaît, Babel par exemple, et même au-delà, jusqu'à Sumer, en Irak, qui ont tout écrit, je me demande comment ils ont fait pour gérer tout ça. Alors qu'il y a eu le code de Hammurabi, et bien ce code-là, il y a eu un autre code dont j'ai oublié le nom. En fait, je me passionne en ce moment de l'histoire de l'Orient antique, et je trouve qu'ils ont réalisé quand même des choses par rapport à la citoyenneté, par rapport au sujet de la citoyenneté, du vivre ensemble. Vraiment exceptionnel, hein, ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, ça d'une part. D'autre part, je ne trouve pas que cette charte est aussi utopique que ça. Même si vous dites qu'elle n'a duré que 6 ans, ou même pas, j'ai déjà une question, qu'est-ce qui a fait qu'elle a pris fin au bout de 6 ans? Est-ce que c'est pour une raison politique? Est-ce que ce n'est pas au moment où le prophète est entré en guerre avec la communauté juive? Ça, c'est une question. Mais sinon, moi, je trouve que cette charte nous a laissé, on a hérité de son esprit, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la laïcité. Si on parle de la loi 1905 en France, qui a été créée pour permettre aux différentes communautés de vivre ensemble, moi, je trouve que le monde islamique a hérité quand même de cet esprit-là. Je peux donner comme exemple le Maroc, même le Maroc actuel. Et là, je fais référence à un événement historique lorsque le gouvernement de Vichy a demandé au sultan Mohammed V de lui livrer ses citoyens juifs. Vous connaissez tous la réponse. Pour moi, ça, comme événement historique, c'est le résultat même d'un héritage de cette charte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si il y a quelque chose. Je sais où on allait. C'est le Kiram, c'est Izzy, c'est le Mourali, c'est le Xix, à la Nakhatan ou la Kébihad, l'Ikhlaat. اليوم حققت كتاب
أو قراءات متعددة تجري مفاتيح تجري دراية، ولكن مجمل القول هو أن سماح الظروف تقوم بدورها كفيلسوف يدع يحاول الفهم يحاول القصر ويحاول أن يضع القارئ في سعيه لقضية الأمر. إذن ليس المرء إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرضى. وبهذا نبتز جيد فخور في هذا الدخان الجميل. فقط يتعلق بأنه أول دستور كلمة ليست لي كلمة المترجم نص اللغة الإنجليزية دايوغ جو سيت يعني جو سيت سي با موا كي سي بريتوندو كو لا وثيقة المدينة هي أول دستور نو جو ريفيري سولي كي لا بريتوندو لو تراديكتور دو دو دوكيمون دو de la rabbe de la vie, c'est lui qui me disait « Oui, j'ai dit que je suis obligé à l'autorité et comme je l'ai dit, je suis obligé à l'autorité et je suis obligé à كبسيطة